بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتعلم النهاردة يا جماعة إن شاء الله حاجتين كويسين ومهمين، وهيتبني عليهم حاجات كتير. موضوع الـ RTL زي ما اتفقنا، وموضوع الصفحة الجلوبال. دلوقتي زي ما بيحصل في البرمجة بالظبط، لو عندنا حاجة مشتركة في جميع الصفحات بس غير الهيدر والفوتر. انت عندك هيدر زي ما اتفقنا هيكون في كل الصفحات موجود، وناف بار هيكون في كل الصفحات موجود، بس انا ما عنديش حاجة اسمها اول او جلوبال، البيج الجلوبال اللي فيها كل حاجة، اللي فيها تنسيقات البادي كله، اللي فيها نوع الخط بتاع الصفحة كلها، بتاع جميع الصفحات، اللي فيها كل حاجة. الحل ان انا هاجي في البيجز، اما اني اعمل مثلا على سبيل المثال صفحة اسمها اول او جلوبال. جلوبال اجمل، يعني تحس ان هي جلوبال بيج مثلا بعد الهوم بيج. جلوبال بيج تعرفك ان انت بتتكلم عن جميع الصفحات. دلوقتي الجلوبال بيج دي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها البادي مثلا، فونت فاميلي، باك جراوند، كل حاجه موجوده في البادي. مثلا F6 بالشكل ده. طيب حد يقول لي بقى تعالى انت ليه ما تحطش الكلام ده كله جوه صفحه الهيدر؟ ما هو الهيدر بتتكرر في كل حته، يعني ايه الداعي يكون ليها صفحه؟ اقول لك انا، لو تشتغل في مواقع كبيره فيها صفحات كتير جدا، مثلا فيها زي مثلا كلية فيها فروع تانية خالص، الفروع دي مشتركة في الصفحات في الهيدر وفي الفوتر، بس مش مشتركة في نوع الخط، ولا مشتركة في الباك جراوند، ولا في الكلام ده كله اللي انت تحطه في الجلوبال بيج دي، فما ينفعش يكون في الهيدر. الهيدر كومبوننت منفرد بذاته، ما تحطش معاه حاجة ملهاش علاقة بيه. الباك جراوند بتاع الصفحة كلها ملوش علاقة بالهيدر ولا ليه علاقة بالفوتر، دي حاجة جلوبال موجودة في كل الصفحات. زي ايه تاني مثلا؟ الفونت، فونت فاميلي مثلا، تهوما. للعلم تقدر تعمل نيستنج للخواص بتاعه الفونت كلها، كانك بالظبط بالظبط زي اللي انت بتعمله في الـ في الـ في النيستنج العادي. فونت فاميلي تهوما مثلا سايز 16 بكسل، ده هيكون حجم الخط العادي. طيب دي الصفحه بتاعتنا وخلصناها، وهندخل على الهوم بيج بتاعتنا اللي هي صفحه الهوم بيج اللي احنا بنطلعها للناس اللي هي دي، وهنعمل امبورت للصفحه الجلوبال اللي هي هتيجي في جميع الصفحات، اما تحطها فوق الهيدر زي ما تحب مفيش مشكله خالص. فهقول له هنا بيجز وهنا جلوبال بيج. بقى عندي انا دلوقتي الجلوبال دي في كل الصفحات، موجوده في كل حته. وادي ظبط لنا حاجه اهو، خلينا نشوف الفونت ما اتظبطش ليه. ادي البادي اهو، الباك جراوند بس ما عمليش الفونت، خلينا نشوف دلوقتي ليه. تمام، الفونت لازم تحط كولون هنا بالشكل ده. طيب طبعا ده واخد فونت ويت باي ديفولت، والعمليه سايحه ومتظبطه معايا. بقى عندنا هنا الجلوبال، الحاجات اللي هنحطها في البادي، اي حاجه عايز تحطها في جميع الصفحات هاتها هنا اللي هي بتشتغل على كله. ندخل بقى على موضوع الليفت والرايت والدايركشن. دلوقتي انت في الانجليزي زي ما اتفقنا هنعمل متغير اسمه فلوت، بيكون فلوت ليفت باي ديفولت، وخلص الموضوع. طيب في مشكله هتواجهنا مش هينفع معاها ان الفلوت ده يبقى فاريبل واحد، اللي هي لو انت جيت عملت الفلوت ده فاريبل واحد بس اسمه فلوت ليفت، وفي العربيه هتعكسه. طب انا عندي الهيدنج ده في الانجليزي عايز اخليه فلوت رايت بدل ليفت، هكتب فلوت برضو؟ طب ما هو مره فلوت هيبقى ليفت ومره فلوت هيبقى رايت، طب ازاي؟ مش هينفع، ساعتها هنضطر نعمل اتنين متغير، فلوت ليفت وفلوت رايت. طيب ادي فلوت ليفت العادي بتاعنا، هنقول له القيمة بتاعته ليفت، او تسميه فلوت ال زي ما تحب، وفلوت رايت القيمة بتاعته رايت. دول المتغيرين الحلوين بتوعنا. واروح عامل صفحة، عايز بقى امشي خطوة خطوة، وهناخد ملف ال RTL يتمشى معانا لحد ما نخلص الموقع، وفي الاخر نقول له جزاك الله خير مش هنكتب فيك حاجة، الموقع بقى عربي والدايركشن RTL اوتوماتيك. هناخد الهيدر، احنا بنبدأ واحدة واحدة علشان نبدأ نعمل له التنسيقات. انا بقول لك على جميع الطرق في الكورس بتاع مواقع متعددة اللغات، في مليون طريقة تعمل بيها الـ RTL. انا اقول لك على طريقة اللي هي تبدأ يمشي معاك من الاول، ما تحتاجش تعدل عليه في المستقبل، يا اما تخلص خالص وتاخد الحاجات اللي انت علمت عليها اللي هي زي دي اللي احنا اتفقنا نكتب كده جنبها need direction، او مثلا كلمة direction، عشان في الاخر خالص ارجع لها اعكسها زي ما تحب. كل الطرق تؤدي الى روما زي ما بيقولوا. طيب هاخد الهيدر هعمله في ملف جديد، هسميه هنا جوه CSS، هسميه underscore home page، او عفوا مفيش underscore، هو اصلا هيبقى home page عادي dash rtl.scss عشان يعمل لي منه نسخة، واروح حاطط فيه الهيدر. ادي الهيدر بتاعي. طيب الهيدر العادي بتاعك خالص اللي هو ده، هنحط فيه المتغيرات بتاعتنا اللي هو float left زي ما هو اهو، float left وهنا float left الحمد لله زي الفل.
هياخد من المتغيرات ده هيبقى ليفت وده هيبقى ليفت زي الفل مفيش اي مشكله خالص. ادخل على العربي في العربي نفس القصه فلوت ليفت فلوت ليفت ملناش علاقه بالويتس ولا الكلام ده احنا بننسق بس الدايركشن ملناش علاقه باي حاجه تاني. طيب العادي بتاعك انه مش هيقرا العكس الكلام ده لما انت تحط له المتغيرات بتاعتك. طيب اول نقطه هنا مهمه ان المتغيرات دي هو مش هيقراها لانه انت مش مستدعي ملف الفاريبل فوق. طيب تعالوا نستدعي الملف الاول هنا وبعدين نشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده. هوم بيج داش ار تي ال استدعينا ملف الار تي ال وهاجي هنا هيقول لي undefined variable. الفاريبل مش موجود عشان انت ما استدعيتش جوه الار تي ال ملف اللي هو بتاع الفاريبل زي ده بالظبط. شايف هنا مستدعي الفاريبل اهو عشان يبدا يقرا منه. طيب لو انا استدعيت الفاريبل هنا خلاص كده قرا وكل حاجة بقت تمام، لكن الفلوت ليفت دي ما زالت بتدي نفس القيمة هنا ليفت. أنا عايز في العربي هعكس دول، دي مكان دي ودي مكان دي. إما تعمل اف كونديشن جوه الملف هنا أو تريح دماغك وتاخد نفس المتغيرات اللي أنت عاملها حطها في الملف ده. وعادي ومفيش مشكلة ومش حل غبي ولا حاجة، بالعكس أهو خدت المتغيرين زي ما هما اللي أنا بعملهم في ملف الفاريبل ورحت عكستهم هنا. الفلوت ليفت أخليه رايت والفلوت رايت أخليه ليفت. عكستهم مكان بعض وخلص الموضوع. هتيجي تعمل ريلود هتلاقي كل واحد جه مكان التاني والموقع اتحول لعربي. كل حاجة انت بتعملها في شغلك فيها فلوت هاتها هنا. ال H1 ما فيهوش، الباراجراف ما فيهوش، خلاص اللوجو بس هو المعمول له هنا نفس القصة. ال LI هيبقى فيها فخليها. فانت امتى تعمل الكلام ده؟ يعني انت هتفضل تمشي واحدة واحدة معاه؟ لا انا مش همشي واحدة واحدة ولا حاجة، مين قالك؟ انا مش هاجي جنب الكلام ده دلوقتي ومش هاخد الهيدر كده في اوله. انا هاخد بعد ما اخلص خالص الكلام ده كله انقله هنا واشيل الحاجات اللي ما فيهاش فلوت وفيها كلر والكلام ده كله، بدل ما اتعب نفسي هلاقي في النهايه اتبقى لي الحاجات اللي فيها الفلوت والحاجات اللي فيها التكست الاين والحاجات اللي مثلا بوزيشن عايز تعكسه مكان التاني. خلص الموضوع هتلاقي ملف الار تي ال بتاعك جاهز. طيب احنا هنسيب الكلام ده كله دلوقتي عشان نعمله لما نخلص زي ما اتفقنا، وهنسيب المتغيرات اللي هي قابله للعكس. يعني ده فاريبل هنا مثلا اللي هو في الهيلبرز، ادي الفاريبل دول اللي انت تعكسهم هناخدهم هنحطهم في الار تي ال، بس هسيب الار تي ال فاضي خالص لما نخلص خالص تماما. في الاخر هقول لك اتفضل ملف الار تي ال اهو هنحطه ونعمل سيف ونشوف الموقع، تلاقي الموقع كله اتحول لعربي. طيب خلصنا والحمد لله، هنشيل الملف ونسيبه دلوقتي على جنب، هنحتاج له بعدين باذن الله لما نيجي نكمل كده. عملنا الفكره الاولى، فكره الجلوبال بيج وفكره الفلوت، واي كلاس هتبدا تحس ان انت محتاج تنقله في العربي هنعمله بنفس الطريقه دي. فلوت ليفت تكست الاين او تكست ليفت زي ما تحب. البوزيشن والحاجات دي كلها هنخترع لها موضوع، ان مثلا المارجن هيبقى ليه ممكن تعمل له ميكس عادي، ان في العربي يبقى مثلا الليفت اوتو والرايت اوتو في البوزيشن، المارجن مثلا لو رايت يبقى الليفت صفر. تقدر تعمل حاجات كتير جدا بالميكسن وتعيش حياتك في الموضوع. كل الكلام ده قبل ما اقفل الدرس عايز اقول نقطة بسيطة جدا جدا جدا. كل الكلام ده لو عملته في موقع صفحة واحدة هتحس بالعذاب. انا بقولها لك اهو، انا حاسس ان في حد فيكم دلوقتي بيقول لي ده الموضوع معقد جدا جدا جدا. لا الموضوع مش معقد، بالعكس انت الموضوع ممكن يكون معقد عشان الصفحة نفسها صغيرة، لكن لو عكست الوضع واشتغلت في موقع كبير من غير الطريقة دي انت هتحس بالعذاب اللي في الدنيا كله. لازم تعرف يعني ايه نظام، وفي الاخر هتلاقي نفسك مبسوط جدا بالاوتبوت اللي طلع لك، وهتلاقي الدنيا هاديه وجميله وكل حاجه شغاله زي الفل معاك، ولو حاولت تغلط مش هتعرف. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم.